coiffeur. كل المتابعين ومتابعات قناة شوف تيفي من خلال هذا المباشر، حنا تتواجدوا في أمام أحد الفنادق المشهورة ومعروفة بطبيعة الحال متتابعينا في وقفة احتجاجية للعمال، مجموعة ديال العمال ما يزيد على 50 عامل الآن كما تشاهدوا معنا في وقفة احتجاجية للمطالبة بالمستحقات ديالهم والتعويضات ديالهم اللي ما يزيد على 3 ديال الأشهر. هما في وقفة احتجاجية من أجل التسوية الوضعية مع هذا الفندق هذا المشهور والمعروف بطبيعة الحال في مدينة مراكش. اليوم كنشوفوا من خلال هذا المباشر فإنه من أجل المطالبة بالحقوق ديالهم، يعني اليوم تيقوموا هاد الناس هادو في وقفة احتجاجية من أجل يعني المطالبة بحقوقهم. دائما كما تنظروا بطبيعة الحال يعني مجموعة ديال الفنادق، يعني كنا وسبق لنا وأننا غطينا مجموعة ديال العمال اللي كانوا قاموا بواحد الوقفات احتجاجية متكررة، واللي قلنا لكم من خلال المباشر الوضعية ديال الأزمة تنعرفوا بأنه بدون قطاع السياحة ما يمكنش أنه تكون بطبيعة الحال يعني الحياة بالنسبة لهاد الناس اللي ملتزمين بكريديات، ملتزمين يعني بمصاريف، ملتزمين يعني بالتزامات مع العائلات ديالهم. كيف يعقل هاد الناس هادو كلهم انهم ما يكونش لهم حلول، خصوصا في هذا زمن كورونا؟ تعرفوا بانه كان تعويضات بالنسبه لهاد الناس هادو. غادي نستضفوا احد الممثلين عن عافاك الله يخليك، نستضفوا احد الممثلين عن هاد الشغيله هادو اللي يعني يحكي لنا بالضبط اش واقع وشنو هو اشنو المشكل اللي تعيشوا بالضبط. شنو السبب الوقفه اليوم وعلاش نظمتوا هذه الوقفه؟ السلام عليكم ورحمه الله. هادو شغيله ديال كازينو المامونيه المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، تعانيوا ماساه لانه المؤسسه جهزت على المصلحه ديالو، ما بقاو كاينش حتى شي مدخول، يعني عندهم صفر درهم صفر درهم. هاد الناس عندها تحملات وعندها عائلات وعندها مصاريف، الناس ولات القوت اليومي ديالها ما كتقدرش توفره، يعني راه لا حول ولا قوة الا بالله. الناس التجأت للحوار، راسلات وشحال من رسالة وكملوها بهذه الوقفة هذه الاحتجاجية. هنا كاينين عمال اللي عندهم 34 سنة ديال الخدمة و25 سنة الخدمة و30 سنة الخدمة، صبحوا الآن ما عرفوش المصير ديالهم، غادي تلاين بصفر درهم. وعندهم وناس عندها التزامات مع ابناك، عندها كريديات، عندها التزامات مع المدارس، هي الدخول المدرسي هو شيك، عندها التزامات مع الاسر ديالها اللي خصها تعيلهم. ما الناس بصفر درهم ثلاث شهور هذه تقريبا، شنو هو المصير ديالها ما عرفناش. نعم، كيف دايره الوضعيه الاجتماعيه دروك في هذه ثلاث شهور هذه؟ كيف دايره الوضعيه؟ هو الوضعيه بان التزامات ديال الكريدي، كاين الكراك اللي راهان، كاين اللي عندهم مرض. متفق معك استاذ، متفق معك. الوضعيه ديال هاد العمال اللي كتشوف كلهم وضعيه مزريه يرثى لها. الناس راه قلت لك، راه الناس ولات عادي غاديه غير بالسلف من عند العائله، غير من عند العائلات ديالهم، غير بالجيران، وغادي يبقى هذا الوضع غادي حتى لاين. يعني راه لا حول ولا قوه الا بالله. شو نعم، يعني واش كان شي وعود، كان شي طاوله الحوار مع ما كان لا وعود لا طاوله الحوار. الحوار راسلنا هاد الناس هادو باش انهم يتحاوروا معنا ويجلسوا معنا، ما كاين حتى شي جواب، ما جاوبناش. نعم، وكيفاش تشوفوا انتم دروك المستقبل ديالكم الا ما كانش شي حلول بالنسبه لهاد الناس؟ ما كانش تعويضات، ما كانش الرجوع للعمل. اخويا غادي يبقى الوضع على ما هو عليه، غادي يبقاو وقفات احتجاجيه، وضروري انا تنامل وتنتمنى ضروري غادي يكون ان شاء الله شي حل، لان السلطات المحليه ما غاديش يرضيها ان اولاد الشعب ديالها يبقاو في هاد مستمرين في هاد المعاناه هادي. يعني غادي يكون ضروري غادي يكون شي حل ان شاء الله، ولله التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى بطبيعه الحال. تفضل سيدي تفضل. يعني للاسف تنشوفوا بانه دائما اجي سيدي تفضل. نعم يعني اليوم خرجتوا بعد قرب شي شويه الله يجزيك بخير، يعني بعد ما انكم قمتوا بجميع الخطوات ديال الحوار، ولكن تشوفوا بانه ما كاينش واحد الاذن صاغيه من هذا الفندق بطبيعه الحال، وخرجتوا اليوم الاحتجاج. تفضل سيدي تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. الاسم ديالي المهندس ابراهيم من دوب، شغل تنوب على الاخوان الشغيله ديال كازينو مامونيا. كما تتم الكلام اللي قال السي مصطفى حتى هو كمندوب شغيله، حنا بالنسبه لهذه الوقفه هذه غادي نكملوها وغادي تكون تتمه ان شاء الله. بالنسبه للمراسلات راسلنا جميع السلطات والسلطه المحليه والسلطه الاداريه، تنشكرها من هذا المنبر انها توافقت معنا وتكلمات معنا. بالنسبه للحقوق اللي هي تنطالبوا حنا، حقوقنا ديالنا مشروعه كالضمان الاجتماعي كالتقاعد التكميلي
كالبيمو انه راه ما بقاش زيرو جي ان تقريبا شي 3 مواجي ما بقاش. بالنسبه للكريديات تاعهم راه عندنا مشكل ديال الاخوان تاعهم كلشي واخد كريدي عندهم تخبطات مع الابناك لو جيو مسائل كاينين المصاريف كاينين بزاف تاع الحوايج. بالنسبه للوضعيه انها راه غادي تكون مجريه فهاد الوضع هذا اللي حنا كنعيشوه هنايا. بالنسبه للدعم حتى هو كدعم اللي كان هو توفر لنا واحد النسبه نتاع انه كنكملوا البيمون ديالنا راه ما بقاش تحيد الدعم وتحيد كل شيء ما بقى حتى شي حاجه. بالنسبه للمؤسسه اللي هي كنا شي غيله معها راه ما كاين لا تجاوب لا حتى شي حاجه فهمتيني من غير ممثله رسميه ديالها اللي جات جلست معنا في مندوبيه الشغل وقالت لي كاوتي بانه قالت لي بانه راه ما بقاش عندهم رغم انهم ما خداو لا بي في قرار توقف العمل او لا قرار بانه ترتع السوفي او لا دفعوا بيلون تاعهم بانه يعني انتم متوقفين على العمل. نحن ما موقفينش ما عندنا والو داكشي كنا جالسين حيت كاين كوفيد ترفيه ياك كنا موقفين كانوا تيعطيونا واحد البلغ بليس كوفيد واحد الوقيته دابا 3 موا تحبس هذاكشي بدون سابق انذار بلا حتى شي اعذار بلا حتى شي حاجه ما كاين لا تجاوب من الاداره لا حتى شي حاجه وما كاينش حوار مع مناجم العمال تياخذوا قرار بوحدهم. ودابا حنا قررنا على انه قدمنا واحد المراسله للسيد الوالي السيد القائد السيد الباشا وخدينا ترخيص ودابا جينا باش نديروا القفه ديالنا. نعم وهي ان شاء الله راه دازت الحمد لله. شنو هما المطالب ديالكم الاوليه؟ هو الحقوق المشروعه بصفه عامه كما تشوفها هو الان هاي جميع حقوقها المشروعه شغيلات كازينو راه باينه بانه يكون البيمون ديالنا ويبقى الناس صندوق تقاعد والتقاعد التكميلي اللي هو لا سيمين. ما كانش تجاوب ما كانش تجاوب غادي نبقاو مستمرين في هذه الحاله هذه ان شاء الله الى اجل غير مسمى. نعم هادشي اللي كاين. بالنسبه الى تسالي هادشي هذا وحنا داكشي اللي بغينا تنتمناو انه يتجاوبوا معنا ما كانش غنبقاو على هادشي. وبالنسبه للنتيجه راه غادي تكون 100% انه راه كاينه واحد 170 واحد اللي غادي تشرد وغادي تبقى كل هي 170 عامل دروك 170 عامل ما شاء الله فيها اجانب اللي هما رومانيين و سميتو اوكرانيين وروسيين وفيها ناس اللي توانسه وحنا بالنسبه لنا حنا كمغاربه راه قاطنين في البلاد ديالنا وان شاء الله كنشكركم على هذه الكلمات ديالكم وشكرا للحضور ديال الصحافه. شكرا لك سيدي. يعني للاسف تنشوفوا بانه الوضعيه دائما بقات مستمره كما هو الحال. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني تنشوفوا بانه درتوا كاع جميع الخطوات باش يكون تجاوب من طرف الاداره ديال الفندق ولكن ما كاينش تجاوب واللي ما خرجتوا باش تطالبوا بالحقوق ديالكم المشروعه اللي هي يعني المستحقات ديالكم الماليه في ظل هذه الظروف الاجتماعيه اللي تعيشوا بها. السلام عليكم. تنشكروا جميع الحضور اللي ساندنا في هذا النضال ديالنا. حنا العماسي ديالنا تقريبا 33 عام انا في هذه المؤسسه هذه يعني عمر وبين اليوم وغدا عشيه وضحاها تلقى راسك بانه ما كاين والو. عندنا الالتزامات ديال الكريديات عندنا وليداتنا متبوعين بالمدارس عندنا الكريديات ديال اللوجمون وتنتمنى هاد الناس هادو يوقفوا معنا ويعطيونا الحقوق ديالنا بالحاجه اللي كترضيهم راه ما عندنا حتى شي مشكل حتى حنا راه ناس سلميين وباش ما كان راه حتى حنا الناس ديال الحوار وديال التفاوض وتنتمنى غير التواصل. حنا المشكله دابا ما لقينا حتى مع نتواصلوا وتنشكركم حتى نتوما على هاد الوقفه هادي. كيفاش تشوفوا حياتكم نتوما في ظل انه ما كاينش مستحقات؟ لا المشكل هو حنا كنا بينا ليله الضحى مع هاد كورونا هادي لقينا ريوسنا والو بحال تصرفقنا وتنتمنوا بان هاد الناس يعترفوا بينا لان دوزنا عمرنا هنايا فعلا ناضلنا وكافحنا معاهم حتى هما يعني تنعتبروا هاد الدار بحال دارنا ولكن للاسف ما لقينا لقينا لا سينيسيس لقينا لا سيميرتي ما كتخلص من حتى شي حاجه. اذا تنطلبوا هاد الناس يوقفوا مع الحوار بغينا حنايا الحوار مع من توجبوا في الهضره والحاجه اللي غادي ترضيهم ان شاء الله حتى حنا راه حنا ما اونيكزيش با دي كوز شوز. نعم الله يحفظك اسيدي بارك الله فيك وشكرا لك. اسمح لي نقول واحد الكلمه. السلام عليكم. السلام عليكم بوعبو العدنان كاتب عام ديال هذه النقابه. انا في الحقيقه بغيت نقول واحد الكلمه بانه حنا حاورنا دقينا جميع الابواب ولكن ما لقينا حتى شي جواب ياك. خدمنا في هذه المؤسسه تقريبا وانا عندي 24 عام ودروك عندي 56 عام فهمتي ومع ذلك يعني جميع كانوا عندنا حقوق كانوا عندنا فعلا المسائل ديالنا ولكن بين ليله وضحاها لقينا راسنا بانه ما عندنا ما والو حلا ما كناش. وكما معروف بانه هذا الانسان هذا كان مستثمر هنا وهو مستثمر اجنبي يعني تيصور الملايير الفلوس يعني في هذه المؤسسه هذه فهمتي
والمامونية بصفتها كانت كارية ليه. يعني هادو هما التفاصيل اللي ما قدر حتى شي واحد بانه يقولهم. يا انا هادي نقول لكم هذا المنبر لانه هاد المسألة من الاسف بانه تنشوفوا جارتنا اللي هي المامونية يا المستخدمين ديالها تتخلصوا وعندهم جميع الواجبات وعندهم جميع المسائل. يعني اشنا هو الفرق بيننا وبينهم؟ انا تنتسائل اشنا هو الفرق بيننا وبين لوطي المامونية. لكن احنا كاري هاد المؤسسة احنا ما كنا ما تنديروش عقدة مع هذاك الانسان ياك ما كناش نديرو معاه عقدة. يعني كنت يديرها مع اللوطيل. يعني احنا كمستخدمين كنا تنتقطعوا الاجر ديالنا ما عندنا حتى شي حاجة. ودروكا راه المصير ديالنا هو الشارع. تصور 34 عام الخدمة وفي الاخر تلقى راسك في الشارع وفي مؤسسة من احسن المؤسسات اللي معروفة عالميا. هذا راه من المؤسف زعما بزاف. من المؤسف. نعم رسالة واضحة سيدي لكم ان شاء الله خير. شكرا. للاسف كما تابعتوا معنا وتتبع معنا بطبيعة الحال المتتبعين اليوم تنشوفوا بانه مجموعة ديال العمال تقريبا ما يزيد على 170 عامل اليوم ضاعوا في الحقوق ديالهم وضاعوا في المستحقات ديالهم. وللاسف وتنشوفوا بان الوضعية غادي تتأزم لانه مدينة مراكش بدون سياحة راه ما يمكنش مدينة مراكش. وهذه الوضعية اللي كنا تنهضروا بها وكنا بطبيعة الحال تنحضروا الناس بانه والمسؤولين بانه خصهم يديروا شي اجراءات لازمه بحقوق هاد الناس هادو وخصوصا السياحه. لانه هاد الناس هادو الا ما كانوش ياخذوا المستحقات ديالهم فبالتالي ما يمكنش اننا نشوفوا مستقبل لهاد الناس كلهم. تنتمنى انه من خلال هذه المباشره ان المسؤولين تدخلوا وتكون بالنسبه بطبيعه الحال شي حلول بالنسبه لهاد الناس هادو ويكون يعني شي اجتماع باش انه يتحل المشاكل ديال هاد العمال هنا في احد الفنادق المعروفه المشهوره عالميا بباب جديد. شكرا لكم وتحياتكم متتبعينا خلال المباشر.